أعزائي وأحبائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديه. إحنا النهاردة هندرس مع بعض أو هنشوف خبرة السيد صامويل فيليب أو صامويل فيليبي زي ما احنا بنقول بالبرازيلي. وصامويل فيليب أحد أعضاء الجمعية الروحية بباريس، وتوفى وبعد شهور عديدة اتصلوا بيه وادانا الفكرة دي. هو من أحد الأرواح السعيدة، ده من كتاب الجنة والسماء والجحيم للعالم الفرنسي ألان كارديه، بيورينا إيه ماذا يحدث بعد الموت مع أنواع الأرواح المختلفة، منها الأرواح السعيدة منها أرواح بدرجات مختلفة. أوكي، أنا عملت فيديو عن الرينكارنيشن، عن تناسخ الأرواح باللغة الإنجليزية، ولكن في حلقتين أو ثلاثة هيكونوا عن التقامص تناسخ الأرواح زي ما أنتوا بتقولوا أو الريكارنيشن، ونشوف أصولها ونشوف الإثباتات العلمية ونشوف من كتاب الأرواح الأسئلة اللي عملها ألان كارديه وتم الرد عليها من الأرواح العليا. تمام، فاحنا كده يكونوا قفلنا الى حد ما الريكارنيشن. في كتب جديده بعد كارديه بكتير طبعا، خاصه كتب شيك شابير بتوضح الموضوع ده بطريقه اكبر جدا يعني. تمام، فنشوف مع بعض خبره صامويل فيليب ونشوف ايه اللي حصل معاه وايه اللي شعر بيه أثناء الوفاة، أثناء الرحيل لعالم الأرواح، وإيه اللي وجده في عالم الأرواح. الخبرات دي هتساعدنا جدا جدا نشوف طب ليه هو يستحق إن يكون من الأرواح السعيدة، إيه اللي إحنا ممكن نعمله علشان نغير مستقبلنا وعلشان نقدر ندخل في عالم الأرواح بشكل سعيد، واخد بالك، شكل مبسط وسعيد وبدون ألم وبدون معاناة. تمام، هو ده الهدف من الموضوع ده. السيد صامويل فيليب كان رجل صالح بمعنى الكلمة، لا يتذكر أحد ارتكابه لأي شر أو أي أذية. لاحظ أن طبعا إحنا عندنا في الإسلام تلاقي أن مجرد اللي هيخش في الجنة اللي هيخش في السعادة هم المسلمين، وباقي الناس ما فيش يعني. وطبعا عند المسيحي ايضا بنجد ان فقط من يؤمن بالمسيح ويعمل وصايا المسيح ويؤمن ان هو توفى على الصليب و فقط هذا الشخص هو اللي هيتم انقاذه والباقي مش هيتم انقاذهم يعني. هذه الفكره خاطئه جدا عن القالك عز وجل، لا يترك احد بدون انقاذ، الكل هينقذ والكل هيصل الى نفس الايه المكان. واحنا من خلال عمليه الرجوع الى الحياه مرات ومرات احنا بنمر بكل الديانات دي، فما تقلقش، انت المره دي مسلم، المره الجايه مسيحي، المره دي مسيحي، المره الجايه مسلم، يهودي، بوذي، علشان تتعلم حتى ما تبقاش عندك ديسكريميشن، تفرقه عنصريه بين دين ودين. تمام، كان رجل صالح بمعنى الكلمه، ولذلك هو من الأرواح السعيدة، لا يتذكر أحد ارتكابه لأي شر أو أذية لأي شخص. كان يسخر نفسه لأصدقائه الذين كانوا يثقون دائما في مساعدته لهم وقت الحاجة حتى على حساب مصالحه الشخصية. أحب أذكر برضو أن الأخت دانيالا هي اللي بتساعد في هذه الترجمة، الترجمة دي ترجمتها لو أنا غيرت كلمة أو اتنين بكتير، لكن دي ترجمتها ممتازة جدا ومجهودة يعني. العمل والتضحية والتعب لم يمنعوه من عمل الخير وإفادة الآخرين.
قد خدم الناس بدون التباهي بذلك، وكان يندهج إذا قام أحد بشكره والثناء عليه. بلاحظ برضو الجماعة الروحانيين هنا الأرواحيين، يعني ما حد يشكره يقول له بتشكرني ليه، يعني دي زي ما احنا بنقول بالعربي لا شكر على واجب، ده واجب مش محتاج شكر أو ثناء أو حد يقعد يدعي لك والكلام ده. المفروض انك تفعل الخير لأنه هو ده المظبوط، لأن ده الواجب، يعني مش هو ده انت بتتفضل على الآخرين بالفعل الخير. لم يتمنى أبدا حتى التمني، شوف ليه هو من الأرواح السعيدة، لم يتمنى أبدا أي شر لأي شخص قام بأذيته، حتى الأشخاص اللي قاموا بأذيته لم يتمنى لهم الشر. بارك فاكر وصية يسوع أحبوا أعدائكم، بل بالعكس قدم خدماته لكل الناس كأنهم أحسنوا إليه بالفعل، حتى يعني اللي أساء إليه أحسن إليه. في أي وقت كان يقابل الجحود عند أي من الأشخاص، عند أحد الأشخاص كان يقابل الجحود بالخير، كان يقول لنا أنا لست الشخص الذي يجب أن تشفقوا عليه، بل هم الناس اللي بتسيء علينا. بالرغم أن احنا تأذينا، الإنسان اللي اتأذى المفروض ما تشفقوش عليه، اللي اتأذى اشفق على اللي أذاك لأن هو هيعاني، لكن أنت ممكن بتخلص اللي عليك، ممكن بتدفع اللي عليك، أنت بترتقي حتى لو حد أذاك أنت بترتقي بدي، وهتشوف من القصة بتاعته. فبيقول لهم أنا لست الشخص الذي يجب أن تشفقوا عليه، بل هم. بالرغم من أنه كان ذكيا ونشيطا جدا في حياته العملية، كانت صعبة وبها كثير من الاختبارات القاسية. يعني حياته ما كانتش حياة سهلة مايونيز، كان دايما فيها تحديات وفيها مشاكل، وهو كان بيواجه التحديات دي. كان أحد هؤلاء الصفوة الذين يحققوا النجاح في الظل، مش بيتفاخر بقى ويتباهى يعني، ولا يعترف بهم العالم ونورهم لا يلقي الضوء عليهم، العالم لا يلقي النور الضوء عليهم. من خلال فهمه للأرواحية اكتسب إيمان قوي في الحياة الأخرى، الحياة الأخيرة، الحياة الأخرى مش الأخيرة، وتسليم عظيم أمام مآسي الحياة الأرضية. فدي هو كان بيقابل، دي معرفته للأرواحية خلته يواجه الحياة ويسلم ده ربنا سبحانه وتعالى رزقني بده، وأنا لازم يعني أسلم بذلك للخالق عز وجل. توفى في ديسمبر سنة 1862، كل ده في وقت كارداك، يعني عن عمر يناهز 50 عاما بعد معاناة من مرض خطير، يعني مرض آلام شديدة للعالم هنا في الترجمة، من المرض فقط لكن من مرض شديد، مرض خطير يعني. حزن على فراقه الأهل والأصدقاء، وتم استحضار روحه بعد وفاته بعدة أشهر. طبعا اللي بيتوفى على السريع كده وتحضر روحه إمتى بتتعبوا يعني. حاليا احنا لا نحضر ارواح احد في المراكز الروحانية، اللي الارواح العليا بتأتي بيه عايز محتاج مساعدة، هو ده الانسان اللي احنا ايه بنتلقاه علشان نساعده ان هو يتفهم وضعه اذا كانت وضعه او دعم مكعبالة هناك يعني. يسألوه بقى هل تتذكر حقا آخر لحظاتك على الأرض؟ بتفكر آخر لحظاتك على الأرض؟ أتذكرها تماما، فقد استعدت ذاكرتي بالتدريج رغم أن أفكاري كانت ما زالت مشوشة في ذلك الحين. لاحظ أن معظم الناس اللي بتتوفى يعني مش زي اللي هم العائدون من الموت. العائدون دول لهم وضع خاص بيه قبل ما يدخل بقى في مرحلة الموت، الموت اللي بيعدي النفق زي ما بيقولوا،
بيتم إرجاعه، ولذلك تلاقي حالته غير الحالة اللي الإنسان اللي توفى فعلا. فدي الاختبارات دي، التقارير دي من ناس توفت عدت النفق عايشين في عالم الأرواح، فبيدولك الخبرة بتاعتهم، بيحسوا بتعب، بيحسوا بخمول، وهكذا يعني. تمام، أتذكرها تماما، فقد استعدت ذاكرتي بالتدريج رغم أن أفكاري كانت ما زالت مشوشة في ذلك الوقت. حيث أن حياتك المثالية، السؤال التالي، حيث أن حياتك المثالية أثارت شغفنا كثيرا، لأن حياته راجل يعني قديس يعني، أثارت شغفنا كثيرا، هل يمكنك أن تصف لنا لمزيد من المعلومات كيف تم انتقالك من العالم الجسدي إلى العالم الروحي؟ كما نود أن نعرف عن وضعك الحالي في عالم الأرواح. حيث أن حياتك المثالية أثارت شغفنا كثيرا، هل يمكنك أن تصف لنا لمزيد من المعلومات كيف تم انتقالك من العالم الجسدي إلى عالم الروح، إلى العالم الروحي؟ كما نود أن نعرف عن وضعك الحالي في عالم الأرواح. هذا التقرير، الإجابة بقى، هذا التقرير لن يكون مفيد لكم فقط، ولكن لي أيضا، لأن العودة بأفكاري إلى الأرض مرة أخرى ستساعدني في هذه المقارنة. على أكون ممتنا أكثر وشاكرا لرحمة الخالق. أنتم تعلمون جيدا كيف كانت حياتي مليئة بالتحديات، لكني كنت أواجهها بشجاعة أشكر الخالق عز وجل. الآن يجب أن أهنئ نفسي على ذلك، لأني قادر يتخطى التحديات. في ناس بتواجه تحديات، بتجيلهم مشاكل وتلاقيهم عايزين يهربوا من الحياة ويتم الانتحار والحاجات دي، بيهرب، والهروب ده بيجيب له عواقب وخيمة، ولازم يعود ويواجه نفس التحديات مرة أخرى. فلو أنت عندك مشاكل، تأكد هذه التحديات، هذه المشاكل هي بمثابة باسبور خروج، إن أنت بتدفع ثمن سريع كده، لكن بإذن الله هتبقى زي الفل في عالم الأرواح. فأنت ما تخافش، واجه المشاكل اللي بتجيلك بشجاعة، وأي تحديات لازم نتخطاها بشكل أو بآخر. ولذلك هو بيقول الآن أنا يجب أن أهنئ نفسي على ذلك، كم كنت سأخسر إذا استسلمت للإحباط، أرتجف من مجرد التفكير في ذلك. لو كنت أنا أصبت بالإحباط، استسلمت للمشاكل، فالحمد لله أن أنا واجهت كل المشاكل وكل التحديات. حيث أن في هذه الحالة، لو هو كان استسلم للإحباط، كان كل معاناتي كانت ستكون بلا فائدة، كل اللي عنا على الأرض هيكون بلا فائدة، وسيكون علي إعادة نفس الاختبار من جديد. فإحنا لازم كل حالة بندرسها لازم نستفيد منها لنفسنا. فهو بيقول شوف، الحمد لله ان انا قدرت اواجه كل التحديات، واجه المرض، واجه المشاكل، واجه كل شيء بيحصل معايا، واجه الاذيه من اللي بيؤذوه، واخد بالك؟ ولذلك هو بيشكر الله سبحانه وتعالى ان هو قدره ان هو يعمل ده، ولذلك هو بيجني النهارده، انتصر على الحياه الارضيه، انتصر على الجوع، على الفقر، على المرض، على المشاكل، انتصر. فانت بتروح منتصر وبتجني ذلك في شكل سعاده. يا اصدقائي، شوف التعليمات بتاعتي، يا اصدقائي انتبهوا جيدا لهذه الحقيقه، لان فيها ستكمن سعادتكم في الحياه الاخرى. دي مفتاح الكلام يعني. بالتاكيد بضع سنوات من المعاناه ليست ثمنا باهظا مقابل هذه السعاده. إذا استطعتم أن تدركوا قيمة السنوات القليلة مقارنة بالحياة الأبدية، يعني
احنا بنعيش كام سنة؟ على شوف هو عايش 50 سنة، 51 سنة، يعني بالمقارنة بالحياة الأبدية ما فيش، يعني هي نسبة بسيطة جدا في وقت مؤقت، اللي بيحصل فيه المرض، اللي بيحصل فيه الألم، اللي بيحصل فيه المشاكل، اللي بيحصل فيه أصدقاء بينصبوا عليه بأي شكل، بيحصل بالأشكال، الإنسان لازم يعدي المرحلة دي، لأن هي مرحلة بسيطة جدا جدا، فهي زي إيه الحياة الأبدية. إذا كنتم تقدرون حياتي في تجسدي الأخير، لن تشعروا بنفس الشعور تجاه حيوات السابقة. يعني شوف، حيوات السابقة ما كانتش بهذا الشكل اللي أنا قدرت عليه، مش يعني زي انتوا فرحانين بالحياة اللي انا مريت بيها دي، اللي انا قدرت اواجه والشجاعة. طب لو انت شفت بقى حيوات سابقة ما كنتش هتقولوا الكلام ده. بفضل جهد شخصي كبير وصلت لما انا فيه الآن، حتى امحي الآثار الأخيرة لخطاياي في الحيوات السابقة. كان لابد ان اعاني في هذه التجارب الأخيرة، وقد قابلت المعاناة بإرادتي. يعني في ناس تقول لك طب أنا بعاني ليه؟ وإشمعنى أنا وربنا ظالم، وبيقعد يشكي، ويعني أنا من ضمن الناس وأنا ما عملتش حاجة. لو أنت فتحت الملف وشفت حيواتك السابقة، هتلاقي إن المعاناة هي نتيجة لما زرعته. يعني نحن نجني ما نزرع، ما نحصد ما نزرع. وقراري الحاسم بخوضة هذه التجارب كان هو القوة التي عانت على تحمل هذه الصعاب دون شكوى. الآن أنا ممتن جدا لكل تجربة من هذه التجارب. بفضلكم استطعت قطع صلتي بالماضي وأصبح مجرد ذكرى. الآن فقط أستطيع تأمل الطريق الذي قطعته بمنتهى الرضا. أيها الأشخاص الذين تسببتم في معاناتي على الأرض، وكنتم قساة وتقنون لي مشاعر سيئة، وأهنتموني وتسببتم بمرضي، وقلة إيمانكم تسببت لي في خسائر فادحة، فأنا الآن لا أسامحكم فقط، بل أشكركم أيضاً. برغبتكم في أذيتي لم تشكوا لحظة إنكم في الحقيقة تشكوا لحظة في إنكم في الحقيقة تقدمون لي الخير. يعني حتى الأذية اللي هم أذوها له دي كانت هو محتاجها، كان محتاج هذا الشعور بالظلم، الشعور بهذه الأشياء، لحد ما هو ينقي روحه من مشاكل الحيوات السابقة، اللي هو كان جاحد، كان عنيف، كان بيواجه المشاكل بطريقة مختلفة عن مواجهته في هذه المرة الأخيرة. أنا مدين لكم، يعني شوف إزاي، يعني حتى الناس اللي تسببوا لك في هذه الخسارة وتسببوا لك في هذه التعاسة، النهاردة هو شاعر: أنا مدين لكم بكل سعادة، السعادة التي أتمتع بها الآن. هنشرح دي دلوقتي. فقط أتحتم لي الفرصة أن أغفر لكم وأرد الإساءة بالخير. ودعكم الخالق في طريقي ليختبر صبري، وأمارس أصعب أنواع الإحسان، وهو أن تحب أعدائك. شوف، في الواقع تخيل انت انسان كنت عندك مشاكل 1 2 3 4، فانت بتشوف مع المرشدين بتوعك انت محتاج يدعوك في مكان في ناس لسه ما تطورتش، واخد بالك؟ الناس دي هتتولد معاك، ممكن يسببوا لك مشاكل، لو هم يعني مش هم هيسببوا لك مشاكل، احنا عارفين نوع الناس دي. يعني انا لما ناخدك النهارده ونضعك في سجن، أكيد هتلاقي ناس هيرتكبوا معاك مشاكل كبيرة، من ضرب، من تعذيب، من إهانة، من كل شيء، لحد ما تصبح واحد منهم في الآخر يعني. لكن في
في معاناة كتيرة لأي واحد بيدخل السجون النهاردة. فدي أنواع الناس اللي في الأرض نفسها، إحنا لأننا كلنا لم نرتقي بعد، في مننا الحلو وفي مننا الوحش. فأحيانا لو أنت فعلت الشر هتيجي تلاقي الناس تفعل الشر فيك، اللي هم لسه ما تطوروش، مش إن ربنا سبحانه وتعالى بيرسلهم عشان يقتلوك، عشان ينصب عليك، عشان كذا، لا، بيرميك في بيئة تناسب الدرجة بتاعتك. عارفين إن إحنا الناس دي بالرغم إن هم تعهدوا إن هم يبقوا كويسين، وتعهدوا إن هم هيعملوا الخير وكل شيء، حظك أنت وحظك بقى، أنت هتنزل معاهم وشوف إيه اللي هيحصل. لكن عادة عادة الناس دي بسبب الطبائع بتاعتها من حيواتهم السابقة ممكن ينحرفوا، ممكن يعملوا مشاكل معاك لأن أنت في وسطهم، فهتحصل، ممكن تحصل المشاكل دي. لكن لا أحد يرغم المجرم إن يكون مجرم، خد بالك. هو طبعا كان صعب جدا في الحيوات السابقة، النهاردة جه وبقى إنسان ممتاز، هو قرر كده مسك نفسه. لكن لو هو كان يعني لم يتحمل، كان إيه اللي هيحصل؟ كان لازم يعود، كان هيخسر اللعبة ويرجع يلعب من جديد نفس اللعبة مرة تانية، زي جيم أوفر، ولو خسرت الجيم ترجع تعمل الجيم من جديد. يعني لو قلنا على الألعاب، يعني أيها الأشخاص، إحنا قريناها دي، فكل اللي حصل له تعلم يعني إيه تحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، دول اللي هيخلصوكم. أتمنى أن لا ينفذ صبركم من استطرادي في الكلام، سأجيبكم عن أسئلتكم. أنا آسف إن أنا بطول عليكم، أنا برضه أقول إن آسف إن أنا بطول عليكم، لكن الناس محتاجة تفهم، واخد بالك؟ بالرغم من إنني عانيت كثيرا من مرضي الأخير، إلا إن انتقالي لم يكن مؤلم. موتي كان كالنوم بلا صراع أو صدمة، حيث إنني لم أخشى المستقبل، فلم أتمسك بالحياة، وبالتالي لم أمر بصراع في اللحظة الأخيرة، فقد تم الانفصال بدون جهد أو ألم أو حتى إدراكه، يعني ما حسش بأي حاجة، زي ما يكون نام واستيقظ، واخد بالك؟ نام جاله زي مخدر كده واستيقظ. ودي الملائكة بتعمل مع الإنسان اللي عملية التخدير المؤقت دي عشان ما يحسش بالألم ساعة الانفصال، ما يحسش بالألم ساعة تصحيحه، شفاء مرضه الأخير، لأن الجسد الروحاني بياخد معاه نفس الأعراض ونفس المشاكل. فالملائكة بتاخد الإنسان بتشفيه، دي أهم حاجة دي. لا أعرف كم من الوقت استمر هذا النوم الأخير، ولكنه كان قصيرا. صحواتي كانت هادئة بالمقارنة بحالاتي السابقة، لم أعد أشعر بأي ألم، وكنت أشعر بالبهجة. أردت أن أنهض وأتجول، لكن نوع من التخدير اللطيف في جسدي منعني أن أفعل ذلك، واستسلمت له دون أن أدرك حالتي، لكني تأكدت بلا شك أنني تركت الأرض. فأشوف النوم زي ما يكون نام واستيقظ، حس بنوع من التخدير اللطيف، استسلم له، يعني حلو ان هو ينام شوية، واخد بالك. لكن في الاخر هو عرف ان هو ترك كوكب الارض وانفصل عن الجسد. كل شيء حولي كان مثل الحلم، كل شيء حولي كان مثل الحلم. رأيت زوجاتي واصدقائي يركعون ويبكون في غرفتي، بيترموا على الأرض ويعيطوا، وقلت لنفسي من الواضح أنهم يعتبروني ميت، أنا مش ميت، أنا حي. أردت أن أصحح فكرتهم لكني لم أستطع أن أنطق الكلمات، واستنتجت أنني لابد في حلم، يعني أنني أحلم. فهو بيفكر هو بيحلم، لأني شايف زوجته هتموت من العياط والبكاء والصوت وأصدقائه وهكذا، فهو
بيحاولوا يقول لهم يا جدعان انا ما موتش، انا حي، انا موجود، ما تخافوش انا حي. لكن مشكلته مش قادر يتصل، فقال لك لا يمكن انا بحلم بقى عشان مش قادر يسمعوني. ما ساعد في تأكيد هذه الفكرة انني رأيت حولي العديد من الاشخاص المحبين لي الذين رحلوا من زمن بعيد، واخرون لم اتعرف عليهم سريعا، ولكن يبدو انهم كانوا يراقبوني وينتظرون استيقاظي. فاللي ساعدوا على ده ان هو شاف ناس كانت متوفية دي، يبقى انا في عالم الارواح، واخد بالك؟ هذه الحالة تشابكت مع لحظات من الشفافية والدوار او الخمول التي اثناءها كنت افقد الوعي واستعيده عدة مرات، وبالتدريج اصبح ادراكي اوضح. النور الذي لمحته فقط وسط الضباب اصبح اكثر اشراقا، فبدات ادرك وضعي وفهمت انني لم اعد انتمي الى عالم الارضي. لو كنت لم اعرف الاروحيه كانت الاوهام ستستمر وقت اطول بلا شك. الانسان اللي ما بيعرفش الكلام اللي احنا بندرسه ده، الكلام ده مفيد جدا حتى لو انت لا تؤمن بيه، لكن لما تيجي تمر بالتجربه ده هيساعدك جدا جدا، هتستيقظ بسرعه وتقابل الموت ده بشكل سلس، لان مفيش موت اساسا. بقايا جسد الفاني لم يتم دفنه بعد، لا في الوقت اللي هو كان بيراقبهم يعني كان لسه جسده ما اتدفنش يعني. نظرت له باحترام رغم انني شعرت بالسعاده للتحرر منه، التخلص من الجسد المريض ده. انا سعيد جدا انني حر واستطيع التنفس بسهوله. كل شخص ترك مكانه كاني شخص ترك مكان خانق، وشعور لا يوصف بالنعيم كان له اثر في كل كيان، زي ما يكون كان مخنوق، كان مسجون، مريض مش قادر يتنفس، واول تحرر بقى يتنفس بسعاده وشيء. تخيل المنظر، واحد مريض بكانسر بياكله وكده، فلما يجي يتوفى ويتخلص من الالام دي بيشعر بسعاده، بنشوه زي ما يكون تم شفائه على كوكب الارض. حضور اشخاص كنت احبهم ملقاني بالسعاده، ولم اكن متفاجئ برؤيتهم. ما بقاش يخاف بقى يعرفهم. الحاله جميله يعني، احنا لسه ما نعرفهاش، لكن لما بنصل هناك ما هوش شيء وحش يعني، ده جميل. كان احساسي طبيعي جدا، كاني اراهم بعد العوده من رحله طويله اصدقاء. شيء واحد دهشني في البدايه، اننا نستطيع ان نتفاهم بدون كلمات. دي كانت بالنسبه له غريبه، ازاي احنا بنتواصل بدون ما نتكلم يعني، بنقرا افكار بعض. كنا نرسل الافكار بنظراتنا كانها نوع من الاختراق الاسيري يعني. عسل، مش محتاج لغه. من كل ذلك لم اكن قد تخلصت تماما من الافكار الارضيه. ذكريات ما عانيته كانت تحضر من وقت لآخر حتى تمكنني أكثر من الامتنان لوضعي الجديد. فهو بيتذكر أمراضه، يتذكر مكان في المستشفى، الحاجات اللي هو كان بيعانيها، ولذلك يشعر بالسعادة زي ما أنت تكون في سجن وخرجت منه، ويمكن بتقوم النوم تحس يا ترى انه في السجن، تلاقي نفسك اتحررت، يا بتشكر ربنا ان انت في حرية. فقد عانيت في حياتي جسديا وايضا عقليا، كانت حياة بتاعته ما هي السهلة يعني. كنت هدف للشر. من ايه ما يمشي الشر وراه. الكثير من الاحزان التي كانت اكثر ايلاما من المرض الجسدي، لانها تبقينا في حالة من القلق والإنزعاج المستمر، وهذه المشاعر تختفي بالكامل حتى إنني أتساءل أحيانا إن كنت فعلا تخلصت منهم. أسمع بعض الأصوات غير المحببة وأقلق من المصاعب التي كانت تسببها لي وأرتعش رغما عني. دي أشياء بتحدث لنا
حتى لما نيجي نكون في مشاكل في بلدنا مثلا ونسافر لبلد أخرى، وساعات بتحس إن أنت ما زلت في المشاكل دي، بتقوم من النوم كده يا الحمد لله، ده أنا في مكان تاني وتخلصت من الإيه، من القرف، من الأوضاع اللي أنا كنت فيها دي. وأحاول أن أشعر بنفسي وأتكلم لأتأكد أنني لا أعيش في حلم. وعندما تأكدت أن كل شيء بالفعل قد انتهى، شعرت بالتحرر من عبء هائل. يعني الإنسان بقى مش عارف هو مات ولا لسه عايش، مات ولا لسه في المشاكل، لسه في المرض، لسه ما خلاص، بيبقى قلقان يعني. وساعات يقوم النوم يبقى يا ترى أنا، لما يلاقي نفسه تحرر يتأكد، يحاول يضرب نفسه ولا حاجة علشان يشوف لو فعلا انا اتخلصت من كل اللي انا فوق. يا سلام، قلت لنفسي هذا حقيقي، قلت لنفسي هذا اذا حقيقي، انا اخيرا تحررت من كل هذا القلق والمشاكل التي حولت حياتي الارضيه الى عذاب، واشكر الخالق عز وجل على ذلك. كنت كالرجل الفقير الذي فجأة تسلم ثروة كبيرة، كسب فلوس رهيبة، ولم يصدق ذلك لمدة طويلة، حيث ظل في حالة القلق على تأمين احتياجاته. يا إلهي، إذا استطاع الناس فقط أن يدركوا ما ينتظرهم في الحياة الروحية، كم سيمدهم ذلك من قوة وشجاعة وسط مصاعب الحياة. لو إحنا عرفنا إن إحنا هنجني أشياء جميلة جدا وهنعيش في سعادة، كل المصاعب اللي إحنا بنمر بيها والأمراض والمشاكل وكل شيء بيحصل بيزول يعني، بيخفف علينا يعني. سيفعلوا كل ما في وسعهم أثناء حياتهم على الأرض ليضمنوا السعادة التي يمنحها الخالق لأبنائه الذين أطاعوا القوانين الإلهية. أبناء الله، كلنا أبناء الله، كلنا مخلوقين من الله، مش بولادنا يعني، أبنائه زي ما احنا بنقول احنا ابن البلد، البلد هي مصر أمنا، ما هياش ولادتنا يعني، بننتمي إلى مصر، بننتمي إلى كوكب الأرض، بننتمي إلى الخالق، ولذلك هو بمثابة أب لأبنائه. سيرون عندكم كم أن المتع الأرضية التي يحسدون البعض عليها لا تعني شيئا مقابل المتع الأخرى التي يهملوها. يعني في ناس بتحسد ناس، يقول لك طب يا ريت أنا كنت زي فلان، شوف هو مرتاح، شوف عنده بيشتري السيارة اللي هو عايزها، بيعمل مش عارف إيه، طب ليه أنا مش كده؟ ليه حظي مش زيه؟ و و و الحسد ده، لو أنت تعرف ما عندكش فكرة الفقر اللي انت فيه، المشاكل اللي انت فيها مقابل المتعة اللي في الحياة الأخرى، ما لا يقارن يعني. السؤال الثالث بيسأله: هل أنساك هذا العالم الجديد وأصدقائك الذين لحقت بهم، حيث أنه لا يمثل قيمة كما قلت، العائلة والأصدقاء الذين تركتهم على الأرض؟ ليه انت بقى في فرح وفي سعاده وقابلت اصدقائك القدام واهلك القدام وتمام، هل ده وعايش الان في سعاده، هل ده انساك اصدقائك بقى على اللي انت سبتهم على الارض وعائلتك؟ الاجابه: اذا نسيت كل ذلك سوف لا استحق السعاده التي اتمتع بها الان. الخالق عز وجل لا يكافئ الانانيه بل يعاقبها. احنا لازم نكون ممتنين زي احنا ممتنين للاعداء، ما بالك بقى الاهل والاصدقاء. يمكن للعالم الذي اعيش به الان ان يجعلني احتقر العالم الارضي، لكنني لا يمكن ابدا ان احتقر الارواح التي تجسدت هناك. فقط بين الاحياء يمكن ان يؤدي الرخاء إلى نسيان الرفقاء والأصدقاء القدامى في الشدة. ده يحصل عندكم في الأرض، لما تيجي تتغنى يمكن تنسى أهلك، تنسى ناسك، تنسى أمك، تنسى أبوك، وعايش بقى في النغمغة وتنسى الباقي. لكن هنا في عالم الأرواح هيختلف،
هنا احنا في سعادة ونتمنى السعادة لأصدقائنا وحبايبنا وأهلنا، بنحاول نساعدهم عشان لما يجوا عالم الأرواح نستقبلهم ونخليهم أيضا يعيشوا في السعادة زينا. يعني القصة مش طويلة أوي على فكرة، قربت تخلص أهي، يمكن دي آخر صفحة. أنا أزوركم دائما وسعيد للذكرى التي يحتفظون بها لي، يحتفظون بها لي في أفكارهم. أنا أزورهم دائما، بيزور أصدقائه وبيزور عائلته، وسعيد للذكرى التي يحتفظون بها لي، فأفكارهم تجذبني إليهم. لما يجي حد يتوفى ارسل له مشاعر طيبة وقول له عايزك تكون بخير، اطمن علينا، يا ريت تيجي تزورنا. الأفكار في وبالسعادة اللي انت فيها بتسعدهم، والتعاسة بتتعسهم يعني. فانت لما بتفكر بطريقة ممتازة وترسل لهم المشاعر الطيبة، هم ايضا بيأتوا ويزوروك عادي. اشهد محادثاتكم محادثاتهم وافرح لسعادتهم ويحزنني متاعبهم، لكنني افهم تماما ان هذه المشاكل مؤقتة ولصالحهم. حزني ليس ذلك الحزن المليء بالقلق الذي نشعر به اثناء التجسد، اشعر بالسعادة انهم ايضا يوما ما سيصلون إلى هذه السعادة الأبدية التي لا وجود للألم بها. ماشي. أنا أسعى جاهدا لمساعدتهم ليستحقوا هذه السعادة. أنا أبذل كل ما في وسعي لأقترح عليهم الأفكار الإيجابية، خصوصا في موضوع التسليم للمشيئة الإلهية مثل ما فعلت من قبل في حياتي. حزني الأكبر عندما أراهم يؤخرون ذلك. هنا بقى يا بيبي، لما بتشوف انت حد بتحبه وهذا الشخص يعني بيكحد، بيشتم، بيلعن، بيتخانق، بيتعامل، مش راضي بوضعه وهكذا، فهو بيزعل لان ده هيأخرهم. يعني حزني الاكبر عندما اراه يؤخرون ذلك بشكواهم وافتقارهم للشجاعة وشكوكهم حول المستقبل وبأي فعل طائش. في ناس بتشتم وتعمل، حتى بتشتم الخالق نفسه لو موجود، وهم بيقولوا لو موجود بيقعدوا يلعنوا ويشتموا بجهل طبعا. هل معنى ذلك هيعاقبهم وينتقم منهم ويحرقهم؟ لا لا لا، ده هم هيفهموا مع الوقت. يعني ربنا سبحانه وتعالى رحيم على الجميع، لذلك أحاول تعديل مسارهم من طريق الشر إلى طريق الصحيح. عندما أنجح في ذلك تكون سعادتي كبيرة. طبعا لو أنت بتشوف أبوك، أمك، جدك، جدتك، أبنائك، زوجتك، الكل في سعادة، تكون أنت سعيد أكتر. لا يمكن أنت مثلا تعيش زي في عندنا فكرة في الإسلام مثلا ان انت في انسان معين ممكن يروح الجنه وبيت عيلته كلها في النار ويقعد يتفرج عليهم. الام بالذات يعني اي شخص عنده مشاعر مش هيشعر بسعاده لما يشوف ابوه بيتحرق، امه، اهله، اولاده، وهو عايش في نعيم ازاي. يعني مش هيكون سعيد، يعني هيكون عذاب لما بتشوف اولادك بتعذبوا وانت بتتعذب. يعني حتى مكافأة الجنة دي بتبقى عذاب، ما بتبقاش مكافأة. المكافأة الحقيقية لما الكل يبقى سعيد، لما الكل يعيش مع بعض في سعادة، مش في نار، مفيش قتل، مفيش ذبح، مفيش سلخ، مفيش جهنم. دي اخبرك الكتاب ده مهم جدا. لذلك أحاول تعديل مسارهم من طريق الشر إلى طريق الخير. ازاي بيحاول؟ بالتفكير، بيديلهم افكار، بيحاول يتكلم في دماغه، يا ابني ما تعملش كده، يا ابني في الحلم ساعات يجي لك حلم لشخص متوفي يقترح عليك يا ابني ما تعملش كده، يا ابني حاول تسمع الكلام. طالما اللي بيوجهك في الخير، لو جالك حد يوجهك للشر ما تسمعش كلامه، اسمع دايما الكلام الصالح، طريق الصلاح، طريق
لأن طريق الصلاح هو اللي يؤدي لك إلى السعادة، طريق الشر هيخليك تعود للأرض وتقرف تاني وتجارب من جديد وقرف من جديد وهكذا. ومحدش عايز ده، كلنا عايزين نصل إلى السعادة. عندما أنجح في ذلك تكون سعادتي كبيرة، أنجح إن أنا أخليهم سعداء، هتكون سعادتي كبيرة ونسعد كلنا هنا. وعندما أفشل أقول وأنا حزين لنفسي لقد أخروا لحظة سعادتهم مرة أخرى، أخر لحظة سعادة لكن لم يقضي عليها. مش مجرد الراجل ده ملحد، مش كل الناس هيتم إنقاذها، مفيش حد اسمه كافر، واخد بالك؟ مفيش حاجة اسمها كافر دي. كل الناس هتصل إلى نفس الارتقاء. ممكن يؤخر السعادة بتاعته بفعل الشر لأنه بجهل، بجهل، لو يعلم ما كانش ارتكب الشر. لكن أشعر بالمواساة عندما أتذكر أنه لا يوجد شخص ضائع بلا رجعة للأبد، لا يوجد. افهم دي الرسالة بتاعت صامويل فيليب، دي مهمة جدا جدا، بتعلمنا ان السعادة في سعادة الجميع، واخد بالك؟ بتعلمنا ان تحمل الصعوبات، تحمل المرض، تحمل الاشياء دي تصل بينا الى السعادة، بنجني في الاخر. دايما احب اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا لمن اساء اليكم. يسوع ساب الرسائل دي، ساب الرسائل دي، ما تسمعش لأي رسائل سالبة. كل ما تسمع أنت شيء، بتسمع حديث، بتسمع كلام، تسمع ده، تسمع ده، اسمع ماشي أوكي، لكن طبق فقط الصالح. أي شيء فيه شر، أنا عديت 42 دقيقة، أي شيء فيه شر ما تسمعهوش. تيجي لك روح تكلمك تقول لك اعمل كذا، خطط ده، اسرق بنك، اعمل كل الهم ده علشان من اجل الحصول على المال بطريقه غير مشروعه، هيؤدي بيك الى انك تاخر السعاده. شوف انت بتبيع السعاده بتاعتك بشويه كلام فاضي، ان هتموت كمان شويه، هتموت، هتسيب كل ده وراك. الفلوس مش هتفيدك بشيء، السرقه والنهب والخط والحاجات دي كلها مش هتفيدك، هي هتؤخر السعاده بتاعتك. لكن تاكد ان ربنا سبحانه وتعالى هينقذ الجميع. انت هتحرر نفسك بنفسك لما تبتدي تفهم. ولذلك مفيش حياه واحده فقط، واخد بالك؟ في حيوات متعدده ومتعاقبه علشان نقدر نفهم الدرس. الفهم ما هو السهل، التعليم ما هو السهل. انت هتعيد وتعيد وتعيد لحد ما ترتقي، مع الوقت هترتقي، خد بالك. ياما كان لنا اصدقاء احنا اتخرجنا من الجامعه وهم لسه في ثالثه ثانوي، بعد 3 4 سنين هو اتخرج، هو كمان 6 سنين اتخرج وبرده خلص الجامعة زينا. احنا اتخرجنا بسرعة، 22 سنة يمكن هو اتخرج وهو 28 سنة 30 سنة، هو اللي أخر نفسه، مش راضي يدرس، مش راضي يعمل، خد بالك، يهرب من المدرسة، يعمل مش عارف ايه الهبل ده كله، فضيع وقت كبير من حياته، خد بالك. لكن في النهاية وصل للشخص اللي وصل من أول ايه، من اول الطريق. فلو احنا ابتدينا نشتغل كده مع بعض ونتعاون، والسلام والمحبه والحاجات الجميله ديت، ونسامح ونغفر خطايا الاخرين وهكذا، هتلاقينا احنا في ساعه الموت والحاجات دي نصل الى موضوع الروح السعيده. مش سهله، الكلام سهل طبعا، لكن التنفيذ هو صعب شويه. أشكركم جدا جدا جدا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. أنا هسجل إن شاء الله حلقات متتابعة، وبحضر حلقة كبيرة عن الري إنكارنيشن بإذن الله. أشكركم وتصبحوا على خير. سلام سلام.